ان شاء الله دلوقتي نرسم رسمه ال بالانس، وده المثال الثاني من امثله مجموعه السيريبيديا اللي هي ذوات الاقدام الخيطيه. الحيوان ده ليه رسمتين، رسمه لاترال ورسمه ابر فيو، منظر علوي ومنظر جانبي. الحيوان بيتشابه كتير مع الشاح الداخلي للكائن بالنسبه لليه، بس هو مع البالانس. الاختلاف الاساسي ان هنا في غياب بيدانكلز، هنا الكائن نجد ان لا توجد بيدانكلز، وبيلتصق الحيوان مباشره عن طريق بيزل ديسك او قرص قاعدي على السبستريت. فلو بصينا منظر من فوق ونرسم الابر فيو الاول، الابر فيو، رسم الابر فيو سهل جدا جدا جدا. اول حاجه ممكن بقلم الرصاص الخفيف نعمل دايره، نعمل دايره نرسم دايرة، هي تبقى الحدود بتاعة الكائن، وتقريبا من نص المسافة، ادي ده السنتر اهو، من نص المسافة هنا تقريبا، هنا ادي السنتر بتاع الدايرة اهي، من نص المسافة هنا تقريبا نعمل برضو جسم كده او شكل بيضاوي. بعد كده نبدأ نرسم الكائن. الحيوان زي ما احنا عارفين اللي احنا رسمينه الجزئية دي، ان الكائن قاعد او انكلوزد او محاط بواسطة المانتلز، هو ده المانتل. المانتل ده عبارة عن نسيج طربي يحوط الكائن، الكائن قاعد جوه. المانتل ده مدعم من الخارج بصفائح من الكالسيوم كربونيت كالكيريوس بليت. هنبدأ نرسمهم. آدي البليت الأولى، البليت الثانية، البليت في اتنين بليت في الجناب هنا، وفي اتنين هنا برضو، نرسمهم ويكون حوافهم متقابلة مع بعض. طبعا يفضل تكون الحواف هنا متقابله بتاعه البليتس، يمكن هنا فلتت مني شويه، بس انت حاول راعي ان البليتس قواعد البليتس تكون من ايه متلامسه، لان في الحقيقه والواقع في تداخل خفيف بين البليتس دي عشان تبقى ماسكه مع بعض من قواعدها عند الاماكن اللي هي دي. بعد كده البليتس السته دول بليتس ليهم اسامي طبعا، بس قبل ما نقول اساميهم لازم نقول ان الجزء الدايره الجوانيه دي بقى المفروض الحيوان قاعد باين اجزاؤه من فوق من هنا، الا ان هنا بقى فيه برضه بليتس تانيه بتغطي، اربعه بليتس بتغطي الفتحه اللي بيطلبها منها الحيوان. البليتس دي اتنين اسمهم ترجا، قلنا دي نقطه المركز، خلاص نرسم الترجا
ادي الاتنين دول بيبقوا صغيرين و الاتنين التحتانيين بيبقوا كبار. يبقى في اتنين بليتس صغيرين واتنين بليتس كبار، أربعة جوه الدايرة الصغيرة، واتفقنا إن الكبار دول هم الستة. هنا الأسامي بقى نراعي نركز شوية، لأن الأسامي هنا مربوطة ببعض. بمعنى لو هتسمي اللي فوق، لو طالما البليتس دول صغيرين يبقى هنسميهم اتنين ترجة او صفحتين من الترجة، بينما الكبار ده وده هيبقى اسمهم اسكيوتا. فدايما تخلي بالك وانت بترسم الامتحان، دايما الترجة قدامها البليس البرانية الكبيرة دي تسمى كراينة. يبقى دي وبالنسبة للبليتس الكبار الداخليين دول، الاثنين دول السكيوتا دايما يكون قدامهم ناحية بره الدايرة اللي بره دي صفيحة تسمى الروستروم. يبقى دي نعيدها ونكررها كمان مرة، دي من الغلطات المنتشرة. دايما الصفحتين الصغيرين اللي اسمهم ترجع يقابلوا الكراين، والصفحتين الكبار يقابله الروستر، السكيوتا يقابله ايه؟ الروستر. طيب اما اللي في الجناب دول بيسموهم لاترال بليتس، في الجناب دول بليتس، وبرضه دول لاترال بليتس. ما ننساش بقى ونكرر ان المساحة دي اللي هي هنا دي المانتل، يبقى نحط سهم ونقول ان الحته دي اللي بين البليتس، ادي البليتس اهي اللي بينها دي هي المانتل. تقريبا كده كملت البيانات بتاعت الابر فيو او الجزء العلوي من رسمه. ادي الابر فيو اهي، ادي الابر فيو بتاعت البالانس. بكرر نخلي بالنا من موضوع التسميه زي ما اتفقنا. البليتس برضو ممكن نعمل بالقلم كده شويه ريدجز او بروزات خفيفه على سطح البليت كده، البليت ما بتبقاش يعني ناعمه وتبقى فيه بروزات كده على سطح البليت. وبكده تكون خلصت الرسمه الابر فيو بتاعت البالانس. نيجي نرسم دلوقتي الرسمة بتاعت البالانس ولكن اللاترال فيو، منظر جانبي. بالنسبة للمنظر الجانبي برضو سهل ان شاء الله. هنا المنظر الجانبي نجد ان المانتل شكله خد اشبه بشكل الطبق اللي حوافه مرتفعة. بمعنى احنا لو قلنا هنرسم، فرضا انا عايزك ترسم مثلا طبق، خلاص هتقوم راسم، هتقوم ادي عامل الفتحة العلوية بتاعته، انا اسف معلش، نرسم الفتحه العلويه للتركيبه الاشبه بالطبق دي.
ونرسم القاعدة اهي. يبقى تقريبا شكل اللاترال فيو، نكتب اللاترال، ادي اللاترال. ادي شكل زي ما اتفقنا، المنتل هنا في اللاترال فيو عامل زي شكل الطبق، الحواف مرتفعه شويه. طيب اتفقنا ان ده المنتل. المنتل زي ما اتفقنا مدعم بقى بالايه؟ البليتس اللي رسمناها قبل كده. هنرسم هنا بليتس وهنا بليتس، وفي اتنين قدامنا هنا لاترال. طيب نبتدي نرسم. ادي البليت الايه؟ الاولانيه، هنا في بليت طيب في بعد كده هنا يتلامسوا مع بعض زي ما اتفقنا. البليتس تاخد تقريبا شكل المثلث. طيب زي ما اتفقنا دول هيبقوا، ونعمل برضو الحدوزات بتاعتهم، الارتفاعات ريدجز بتبقى موجودة كده. بالنسبة للمسميات هنسمي الاتنين دول اللاترال، بديت، وواحد من ده هنسميه روسترم والتاني هنسميه كراين. هنسمي ده روسترم وده كراين. جوه زي ما اتفقنا الدايره اللي كانت الداخليه دي، اللي كانت باينه من الابر فيو انها الداخليه، كان في اربعه بليتس، كان اتنين صغيرين واتنين كبار. قلنا ان الكراينه، قلنا الكراينه بتبقى الصفحتين اللي ملازمين ليها وجنبها اللي هم الصغيرين الترجا، وبترسموا ادي واحد ادي الاتنين الترجا هم، يبقى دول اللي هم الترجا الاثنين بليت الصغيرين، وفي الروسترام بيقابلوا هنا اثنين بليت كبار جوه اللي هم الاسكيو تا. يبقى ده وده هم الاسكيو تا. يبقى الاسكيو تا تقابل الروسترام او معاها في جنب واحد، والترجا تقابل الكراينه او معاها في جنب واحد. ما نقلبش الاسامي دي في الامتحان، نجيب ده مكان ده وده مكان ده، خلي بالك. يبقى كده تقريبا في بيان ناقص، ان الجزئيه دي اللي هي المكشوفه اللي بين البليس دي هي المانتل. بس تقريبا كده كملت الرسمه بتاعت اللاترال فيو.